يا نور اخوي، قلت لك نحنا طلعنا منه ولا مس من الهجيليج، طلعنا مشينا الجوجاب، طلعنا قريب المغرب بيكارو الكارو، قلت لك خطتنا في الجوجاب يا نور، خطتنا في الجوجاب وبيتنا قبلنا ناس الجوجاب ذاتهم عندهم كانتر، كانوا نازحين من الخرطوم، قال يا جماعه انا كلنا لقمه كسره وماشيين الخرطوم، نحن والله في طريقنا بنوصلنا معاكم. قلنا لهم خلاص احنا جاهزين قاعدين مستنينكم، يلا قبل ما يجهز الفطور النسوان الرجال ده الدعامه كبسوا يا نور، كبسوا مرقوا مرقوا النسوان، والنسوان دارين الدفارات دارين العربات دارين الذهب، قالوا مرقوا النسوان كلهن، جايين كان اقعد مننا نحن، يلا مرقنا يا نور على ماشيين على الغنومات، قبل ما نصل الغنومات التعامل كبسوا من هناك، قالوا يا جماعه تقع عن كلك انت تقطع بهنا بس بترعب البلدات، قطعنا الترعه يلا قطعنا الشفع كلهم، قطعت عرفه خالي البشير وروعه وليلى ودي سبا ومزعب واولاد كلهم قطعوا بغادك، فضلت لي امي امي مسافتنا قطعت، قلت لها البنات خلاص وقت مرق ده اقعد لي هنا برا النمرق منو النمرق امي امي والله اتلككت مننا في الترعه، شلناها شيل والتعامل جوا المويه يفتش فيها، قالت لها انا عيالنا قبل تمرق معاك قال ان شاء الله تموتي، يلا ديلك انا ثبتت هنا عشان امرق معايا امي، لما جيت انا مرقت امي وجينا خلاص علينا هن لقينا النزح معنا سون الجوجاب، يا ده سموهن الجد جقار يا جقار، بخواتي جنبي جاي بناتي قال لي جايب الحيل ومسك انا البلدات دي القدي، بس يلا بقينا في الطريقه تسوق امي ما بقدر امشي وما بقدر امشي، لقينا لنا كاره في البلدات عنقرنا فيها يا النور وشايل قلنا سواقه بيدينا، بركات يسوق وانا اسوق بركات يسوق وانا اسوق، يلا ما فرق الدروب قال لي بس صديق البشير ده جقار، قال لي كدي عليه جهه الحسين ادم، مشينا الحسين ادم ما لميت فيهن، مشينا غادي حدي وضى الفضل، لما حصلنا وضى الفضل بقينا سبيل نشرب منه، جانا ناس نازحين قلت لهم يا جماعه ما لقوكم ناس من الهجيليج، قالت لي معاهم سبا ومزعب وديل، قلت لها والله هون زادوا الناس كايسه ليهم، قالت لي والله سبا دي قعدوا بها في شجره والله هبطت، ادوها مويه ملح وادوها حبه حلاوه وقالوا بياخذوا راحه وبيقوموا، لكن جايينك جاي بس استنيهم قبلك، استنيتهم في وضى الفضل وحد ما بيتها والصباحيه قاعد مستنيهم، كست وضى الفضل دي بيت بيت ما لقيتهم، كست ريبه ما لقيتهم، مشيت وضى بعشر ما لقيتهم، مشيت لين هنا القليع وزحت في الجامع ناس اللي يرجوا قالوا لي والله ما معانا، الناس دي كلهم فاتوا السدارنات، مشيت السدارنات رحله كبير، لما جيت هنا قلت الهجيليك سالتهم ها جماعه بناتي اخواتي جن هنا، قالوا لي والله ما جمعان ما شفناهن، اسف تفاجات بانه قال لي مصعب مات، انا مصعب مات يا جماعه مات، انا شو الخبر انت جبتوه من وين يا ناس؟ وروني مات وين بالضبط كده، عرفوا بنت البشير ومعاها طفلين وولدي انا ومعاه واخواتي الاثنين وروعه وليلى، ومعاهن واحده من العوك اسمها وصال، جاتنا ناس على يومين ناس حجت لنا يومين، يلا بس مشن الله عرفت، قالت احتمال سمعتها واحده الواحده جاتني دي قالت لي والله قاعدين لهم في شجر، قالوا احتمال في المهيدات لان زوجة اخوها قالت هلا هناك في المهيدات، عرفت بنت البشير خالي عندها نسابه حافظ في المهيدات، احتمال يكون نزحت معاين بهناك ما معروف، يلا انا كست النور قلبي انقطع وامي شايلنا وساقلنا بيكارو لز يا النور، حصلنا حله كبير يا لطيف، يلا حسن الشيء دايره منك يا نور اخوي، قالوا المهيدات كان عندكم جماعه في المهيدات، في الهجيليج في المهيدات في، والهجيليج في النيف في، الهجيليج في الطندف في، بس شوفوا لي البنات انت خبر مصعب ده جبت لي مات من وين يا نور اخوي؟ اكد لي مجموعه الفياب تقول لهم مصعب ده شافه من اول ومن مات، ده الكلام الدايره منك يا النور، اكان مصعب مات الله يصبرني يا النور، شوفوا لي باقي خواتي وباقي بناتي وين يا النور؟ ده الكلام اللي انا دايره منك يا النور، انا مرتب لك امي يا النور، والكتف فين فاتر؟ شنو انا وريني؟